بالله ينقسم إلى قسمين: أن يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه أو يختص بغيره أو في هذا الكون، وهذا لابد أن يكون عليها أهل التوحيد والإيمان. أن يظن بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، هذا ظن الكافر والمنافق فيما يختص بنفسه أو بغيره في هذا الكون. لابد أن تظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه، ترضى بالقضاء والقدر، ولو رضيت بالقضاء والقدر فمن رضي له الرضا. بعض الناس عباد الله لا يرضى، يقول لماذا أنا وهذا كذا، ولماذا كذا وأنا كذا، ولماذا فلان يكون إمام المسجد النبوي، ولماذا الآن الجو حار والجو بارد. ليس لك إلا الرضا والتسليم. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، في أول سورة القصص، في أول سورة القصص، الله سبحانه وتعالى قدر أن فرعون يتسلط على من؟ على بني إسرائيل، صح؟ يقتل أبناءهم قتل الذكور، ويستحي يعني يلقيهم للخدمة. قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. كيف؟ لأن التمكين ما يأتي إلا بعد هذا. كيف هم متابعين؟ نعم. قالوا: أذينا من قبل أذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئت. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا بد من الابتلاء أولا. إذا ترضى بالقضاء والقدر، من رضي فله الرضا، تتسخط، تعترف على القضاء والقدر، تقول لماذا كذا وأهل دولة كذا، لماذا يظلموا، لماذا يعذبوا. من يرد الله به خيرا يصد منه. الله سبحانه وتعالى اختار أناسا للشهادة في بدر، في بدر أولا اختارهم الله، تمنى بعض الناس الشهادة، اختار الله سبحانه وتعالى أقواما لها أين؟ في أحد. ليس لنا إلا رضا والتسليم. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. فليس لك إلا الرضا. أما تعترض وتقول والله أهل البلد الفلاني بحاجة إلى النصر، الله سبحانه وتعالى أرحب به منه. ماذا نصنع؟ ندعو، نبذل كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من استطاعة في نصرة هؤلاء في حدود الشرع ولا نخالف السلطان. هذا اللي نقدر عليه الآن، نقدر عليه نستطيع بها. لكن اعلم أن هذا الابتلاء لهم كله كان خير ليس بشر. نعم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم نبي الأمة اختبر في غار يوسف عليه الصلاة والسلام، يسجن بلا ذنب، رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه. يا إخوانا، نظرية لا بد تفهمها، قاعدة شرعية. الدنيا دارجزة، صح؟ لا. أنت عايش في الجنة الآن، كل واحد منا اليوم يبغى الدنيا جنة إلا من رحم الله. هذه ليست جنة يا أخي، هذه إيش؟ ها؟ دار ابتلاء، دار اختبار. لماذا تريدها جنة؟ ما تأتي جنة، تأتي ها؟ لا تأتي أبدا، لا تأتي، لا تكون جنة. هذه دار ابتلاء، دار عمل. جنة الله من فضله. فهذا الباب مهم جدا. اقتطع المؤلف محمد بن عبد الوهاب كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاني عندما تكلم على ما حدث في أحد، وسرد الكلام، ثم ختم الكلام ابن القيم
كلام يوصل بمعنى الحق الله. يقول في هذا الكلام ابن القيم في هذا الباب يقول: ولو فتشت من فتشت، لو فتشت الناس أكثر الناس ترى عنده تعنت، لماذا كذا ولماذا أنا لا أحسن كذا ولماذا حصل كذا ولماذا ضاعت الأموال لماذا حصل لماذا تأخر، صح تعنت وملام للقدر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تندم منها تندم من ذي عظم، وإلا فإني لا أخالك ناشئ، لا أظنك تنجو من هذا. هذا المرض ما هو المرض؟ ظن السوء. ما هو العلاج؟ انتبه وطبق. يمكن البعض أول مرة يسمع هذا الكلام من ابن القيم. العلاج يعتني لبيب الناصح بهذا الباب عناية فاهمة. وليتب إلى ربك تتوب، ويستغفر، ويظن بالله ظن الحق، وتظن بنفسك السوء. غريبة، تظن بنفسك السوء. ايش تقول؟ وقل يا نفس مأوى كل سوء، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترك الخير من بيت البخيل. يقول: وظن بنفسك السوء تجدها. إذا تظن بنفسك السوء يقول تمشي نفسك على الصراط المستقيم. طيب ظالم، صح ظالم، نعم ظالم نص. ايش تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صحيح ظالم متعدي مذنب مفرط، صح اي نعم. كيف أنت شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام تعتبرني مذنب ومقصر. الله المستعان. قال: وظن بنفسك السوء. إذا ظننت بنفسك السوء يقول تجدها كذاك تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستقيم. خير ما في من خير، ما في من خير. يقول قال ابن القيم: وخيرها كالمستقيم، خير مؤمن. وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الشريف. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترك الخير من ميت بخيل. هذا العلاج. تستطيع؟ صعب. صعب تقول أنا مجرم، أنا ظالم، أنا مقصر، ممكن ما تستطيع. لكن هذا كل ما بك من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف وصلاة وصيام فتلك مواهب الرب الشريف. صح. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح. أي نعم.